رابع ما يذبح تقربا إلى الأموات وإلى الأصنام، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة ما يذبح لغير الله. نظرت أن أذبح ذبيحة للشيخ عبد الرحيم القناوي، قابلني أخ وقال لي هذا لا يجوز، هذا شرك، ولكن توقفت لحين سماع فتواك، فتوايانا يعني. هذه مسألة عالجها العلماء من زمان لحديث أخرجه أبو داود والنسائي عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، ماتت أم سعد، أمه يعني، ماتت أم سعد، فأي الصدقة أفضل عندك يا سيدنا الرسول؟ أي الصدقة أفضل؟ قال: الماء، تحفر بئر. فحفر سعد بئرا وقال: هذه لأم سعد، هذه لأم سعد. يبقى إذن معناها أنها صدقة تصل إلى أم سعد، العربي كده، مش معناها أنه عبد أم سعد مع الله، ما فيش حاجة اسمها كده. ما حدش عبد عبد الرحيم القناوي ولا السيد البدوي ولا حد خالص من هذا القبيل، دي خرافات قائمة في الأذهان. فيجب علينا إن احنا نعرف لغتنا وديننا. هذه البئر لأم سعد، يعني ثوابها هيروح لأم سعد، وزي ده برضو ثواب العجل اللي عمله ولا بتاع اللي ذبحه لعبد الرحيم القناوي، إن ثوابه يذهب إلى عبد الرحيم القناوي. آدي القضية، إنما شوشوا على الناس عقولهم وصفاء فطرتهم وقلوبهم بهذا الكلام غير الموثق. أمة ميديا تي في.